تصنعي بنفسك معطرا لمنزلك. هل فكرت يوما بصنع معطر لمنزلك بنفسك من دون اللجوء إلى شراء معطرات الجو من السوبر ماركت؟ إليك هذه الطريقة الفعالة. أنت بحاجة إلى وعاء من الزجاج، كوب من الماء، شرائح من البرتقال، أعواد القرفة، حبات من القرنفل واليانسون. قطعي البرتقال إلى شرائح عدة وضعيها داخل الوعاء. أضيفي أعواد القرفة ومن ثم حبات من القرنفل واليانسون. أضيفي الماء حتى يغمرها. ضعي شمعة مضاءة على سطح الماء داخل الوعاء لتنتشر الرائحة في الأرجاء.